يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين تفسير بعض السلف للأب وبين ما ورد من أب؟ ما هو بالأب، الأب بالتشديد. نعم. ما الجمع بين تفسير بعض السلف للأب وامتناع وبين ما ورد من امتناع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن تفسيره كما ورد ذلك في كتب التفسير؟ امتنع لأنهما لا يعرفان معنى الأب، لا يعرفان معنى الأب، بينما غيرهم يعرف هذا. هم امتنعوا لأنهم لا يعرفون معنى الأب، هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يعرف معنى الآية أنه لا يتخرص يتكلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنه قد يكون لفظ الأب غريب عليهم، يعني ما ألفوه فيما في بلدهم وما حولهم. نعم.